ممكن أعرف ليش رفضتيني؟ خالد، أنا مستعدة للزواج صراحة. أنت فاجأتني، وأنت عارف الوضع اللي أنا قاعدة أمر فيه. هذاك أول يا حليمة، اليوم كنت بين الحياة والموت، بس أنت الحين بخير ووضعك وايد ممتاز، ليش مو مستعدة؟ في حد في حياتك؟ تحبين حد غيري؟ لا، الموضوع ابدا مو كذي. يعني وين المشكلة؟ ليش ما توافقين؟ ما اعرف خالد، بليز لا تضغط علي، في مليون شيء شاغل بالي، اولها موضوع امي، انا وايد خايفة عليها. انا بساعدك، مو بنتي تبين ادور على مطوع علشان يقرا على امك؟ انا مستعد اسوي هالشيء، مستعد احل كل مشاكلك، بسوي لك اللي تبينه. سرجوك، فكري في موضوع الزواج. إن شاء الله. الو، ازيك يا استاذه حمزه؟ انا اسفه على الازعاج، بس حبيت ابلغك النهارده عندنا 3 سيفيهات لوظيفه الباريستا، وحابين نعمل معاهم مقابله. امتى تكوني فاضيه؟ عادي نسوي معاهم مقابله اونلاين، مالي خلق اطلع. طيب، على الساعه كام؟ بعد ساعه. حاضر، على خير ان شاء الله. مبروك مبروك يا دكتور، فرحنا لك من كل قلبنا وتستاهل. الله يبارك فيكم، والله انكم اسعدتوني وفرحتوني بتبريكاتكم، وان شاء الله اني اكون عند حسن ظنكم. انا كنت متاكد يا دكتور ان هم يختاروا بحثك، لانك ما شاء الله عليك كل ابحاثك بتطرح قضايا جديده. شكرا شكرا يا دكتور فاضل، وانت يا دكتور حسن الف الف مبروك على تمويل البحث. الله يبارك فيك وشكرا لك، والله يوفقنا على أبحاثنا. اللهم آمين إن شاء الله. هي أكيد السهل. أهلا السهل، آمرني. ما يمر عليك، عدو تفضل استريح. طمني عنك، إيش حالك؟ الحمد لله بخير. سامحني بطالي تأخذ إجازة طويلة، الأمور كلها هي ورا بعض.